لدراسة القرآن. في الثانية عشر من عمره ظهر توجه بشير حاج علي نحو الموسيقى، وبشكل خاص الموسيقى الأندلسية والشعبي. وفي السابعة عشر من عمره ترك الدراسة لمساعدة والديه ودخل في البريد والمواصلات كالتقني. بشير حاج علي احتك بالأدبيات الماركسية وأعلن انخراطه في صفوف الحزب الشيوعي الجزائري في سنة 1945. سنة 46 انتخب في المكتب الجهوي للجزائر. في نهاية نفس السنة أصبح رئيس تحرير أسبوعية ليبرتي. عشية أول نوفمبر 54 بشير حاج علي حكم عليه الاستعمار بالسجن، فدخل في العمل السري وبقي كذلك حتى الاستقلال. وبعد جوان 1965 ساهم بشير حاج علي مع اليساريين في خلق منظمة المقاومة الشعبية، وتم إيقافه وتعرض للتعذيب كما جاء في كتابه لاربيترير التعسف، وأفرج عنه سنة 1968 ليبقى تحت الإقامة الجبرية لترفع في سنة 1970 وترفع رسميا سنة 1974. أثناءها اتجه إلى الحقل الثقافي، وفي سنة 1980 تدهورت صحته ليتوقف نشاطه الفكري. بشير حاج علي معروف بكتاباته السياسية والثقافية والشعرية منذ 1960 في كتابه شعبنا سينتصر، إلى غاية 1985 بصدور مجموعة شعرية الشموس الصوتية، إلى جانب كتابات ثقافية حول الحاج محمد العنقا أو الأغنية الشعبية أو حول مفهوم الموسيقى الوطنية. كان شعبي بأتم معنى الكلمة، ولكنه كان عظيم بفكره بنضاله وبقلمه. أنا شخصيا خذيت منه الكثير فيما يخص الجوانب الفنية والجمالية. C'était un bagarreur, c'était un lutteur, c'est vrai, un lutteur. Et un homme politique aussi, très, très conscient de sa responsabilité.